السلام عليكم. نكمل مع الجزء، نكمل على الفيديو بتاع اللي فات. نبتدي نتكلم النهاردة على ازاي اعمل المانجنج للفايل. طبعا ده بعمله منين؟ من الاوبريتنج سيستم بتاع الويندوز، سواء الويندوز 7 او الويندوز 10. على فكرة في حاجات اساسيات ثابتة دايما، سواء بتستخدم ده او ده. ادي الويندوز 7 اهو، ده الويندوز اكسبلور بتاعه، ده الويندوز 10، ده الويندوز اكسبلور بتاعه. طبعا هو الاختلاف الاساسي في موضوع الريبون، الجزء اللي موجود ده هو فوق في الويندوز 10، مش كانش موجود طبعا في الويندوز 7، فده سهل كتير، سهل كتير. لكن الجزء مثلا زي الادرس بار، السيرش بوكس، الجزء بتاع النافيجيشن بان، الحاجات دي كلها ثابته سواء في الويندوز 7 او الويندوز 10. طبعا احنا بنتكلم في الكورس عن الويندوز 7، وده اللي هنبتدي نكمل شرح عليه. أول لما بفتح الويندوز اكسبلورر، طبعا اتعلمناها، أسهل حاجة عملناها من الماي كمبيوتر على الديسكتوب. أول لما بفتح الويندوز اكسبلورر، مسميات تاني بسرعة: الأدرس بار، سيرش بوكس، المينيو، مينيو بار، الاكسبلورر بار، نافيجيشن بان، ديتيلز بان. وفي هنا بان بقدر أخفيه وأظهره من البريفيو بان، تقدر تتحكموا برضو فيهم من البريفيو بان، واقدر اخفيه او اظهره. طيب احنا عايزين نتكلم عن الفايل مانجمنت، يعني اداره الملفات. طبعا عشان احنا بندير الملفات ازاي؟ عن طريق اللي انا بعمل فولدرات جواها فايلات. يعني ايه فولدرات؟ يعني حاجه زي الحافظه او حاجه زي الكونتينر اللي بتحتوي على أي عدد وأي نوع وأي شكل من أنواع الداتا، سواء الداتا دي فايلات، فولدرات تانية، أيكونز بتاعت أبليكيشنز، تقدر تحتويها الفولدرات. لكن الفايل لأ، الفايل ده داتا أبليكيشن معين عاملها، زي نعمل مثلا فايل أغنية، فده كده أغنية لازم برنامج اللي بيشغل أغاني هو اللي يمانجها، هو اللي يشغلها، وهو اللي يطفيها، هو اللي يقيدها. لكن مين اللي بيعمل مانج بقى للفولدرات والحاجات دي؟ هو بقى الويندوز نفسه او الاوبريتنج سيستم. عشان كده احنا بنتكلم عن الفايل مانجمنت في الانفايرمنت او البيئه بتاعت الويندوز 7. طيب انا قلت في الادرس بار بيبقى مكتوب لي دايما انا واقف فين. خلي بالك دايما انت واقف فين على الجهاز. بيقول لي كمبيوتر، يعني مش محدد اي درايف فيه، انا مش عامل سيلكت درايف. فبتقابل تعمل له دبل كليك على درايف سي مثلا. راح بقى لي في الادرس بار توقف في الكمبيوتر في اللوكال ديسك اللي اسمه سي. يبقى كده لما اجي اعمل فولدر جديد يبقى هيتعمل فين؟ ايوه هيتعمل في الفولدر اللي اسمه سي، عشان ده اللي مكتوب في الادرس بار. بعمل فولدر ازاي؟ او الناس كلها متعوده على موضوع الرايت كليك وتقول لي نيو فولدر. لا طبعا في اسهل من كده بكتير. انت عندك في الاكسبلورر بار لو تفتكروا، في عندي اهو كلمه نيو فولدر على طول. هيعمل فولدر جديد فين؟ في المكان اللي مكتوب في الادرس بار. عشان كده اتعودوا، خلي عينيكم قد ما تقدروا في الادرس بار. شوف في الامتحان في ناس كتير للاسف بتغلط في الموضوع ده، تحط الفولدرات في اماكن غلط فدرجه السؤال بتضيع عليه. طيب هقول له مثلا هون نيو فولدر، طلع لي نيو فولدر. اقول له لا خلي لي الفولدر ده اسمه خالد، انتر. طيب انا كده عامل سيلكت او عامل اوبن لخالد؟ لا، انا كده عملت الفولدر الجديد فعلا اسمه خالد، بس في الادرس بار مش مكتوب خالد. يبقى كده انا مش عامل اوبن لخالد فعلا. لكن لو عملت دبل كليك على خالد بقى مكتوب لي هو كمبيوتر لوكال ديسك سي، الفولدر اللي اسمه خالد ده اللي انا فاتحه فعلا. الفولدر ده جواه ايه؟ ادي الجزء بتاع الديسبلاي سكرين. طبعا الجزء اللي هو عارض لك ايه اللي جوه الفولدر ده، هو مفيش اي حاجه لسه، فولدر فاضي. فحبيت اعمل فولدر تاني نفس الطريقة على طول بقى، نيو فولدر سميه مثلا 11. حبيت اعمل فولدر كمان، خلاص الموضوع بقى سهل جدا، نيو فولدر 22. الموضوع بقى سهل جدا. لو عايز افتح 11 لازم تتأكد ان انت عامل له اوبن عشان يبقى مكتوب لك في الادرس بار. ده بمنتهى البساطة ازاي بعمل الفولدرات. هنبتدي نشوف بقى ازاي نعمل فايلات. يبقى فعلا مين اللي بيعمل لي الفولدرات؟ هو الاوبريتنج سيستم. مين اللي بيعمل الفايلات؟
الابليكيشنز. الابليكيشن يعني ايه؟ الابليكيشن يعني لو انا عندي برنامج الوورد بطبيعي انه هيعمل لي فايل وورد، عندي برنامج الاكسل هيعمل لي برنامج الاكسل. طب تعالى اجرب ان استخدم مثلا برامج من اللي موجوده في الويندوز 7 التفاصيل بتاعتها. احنا قلنا كل الابليكيشن، تعالى نعمل مينيمايز للويندو دي، كل الابليكيشن بتاعت الويندوز اللي معمول لها انستول فعلا على الجهاز عندك موجوده فين؟ ايوه في الستارت منيو، في الاول بروجرام. الستارت منيو هي علامه الويندوز اللي على الشمال من تحت، الستارت منيو في الاول بروجرامز كل حاجه موجوده فيها. طيب لو اخترت له مثلا ادي اول بروجرامز يوريني كل البرامج اللي موجوده عندي، هو مجموعه مثلا من البرامج، عندي فولدرات تحتوي على برامج، ايوه تحتوي على شورت كات لبرامج زي اكسسوارز معناها اضافات او مميزات موجوده، ادي فيهم حاجات كتير جدا. ادي مثلا عندي برنامج اللي اسمه البينت او الرسم، اقول له افتح لي البرنامج اللي اسمه البينت، هيفتح لي الابليكيشن. والابليكيشن ده بقى ميزته هو ده اللي يقدر يعمل كرييت للفايلات زي فايلات الرسم. طب في طريقه تانية ممكن افتح بيها الابليكيشن؟ ايوه طبعا، هروح على الستارت منيو في السيرش بوكس، بيعمل لي سيرش بوكس على الابليكيشنز، اقول له هي مثلا بينت، بيعمل لي سيرش لقالي بروجرامز بين قوسين 1، لقى برنامج واحد بس اسمه بينت، هو ده فعلا اللي انا عايزه. لقالي السيتنج في الكنترول بانل، لا انا عايز البرنامج اللي اسمه البينت، فتح لي برنامج اللي اسمه البينت، لسه فايل جديد اهو خلاص مش متسيف في التايتل بار او المكان اللي فيه العناوين، بيقول لي untitled لسه ملوش اي عنوان، فايل جديد فاضي خالص. تعالوا اجرب احط فيه اي داتا، واروح اعمل له سيف. ادي اول فايل عايز اعمل له سيف، فايل، فايل منيو، سيف، بيقول لي عايز اسيفني فين. ركزوا بقى، ادي نفس الويندو اللي طالع لي بتاعت الويندوز اكسبلورر، الويندوز اسمها سيف از، ادي طالع لي في الادرس بار بيقول لي الفولدر اللي اسمه لايبريز، جواه فولدر تاني اسمه بيكتشرز عايزني اسيف فيه. طالع لي لو عايز اروح على الفولدر بتاعي بتقدر تتحكمه، يا اما من هنا تبتدي تتحرك من النافيجيشن بان تشوف انت عايز تروح لفين، ادي الكمبيوتر مثلا تبتدي تتحرك فيه، او تقدر تعمل له باك زي ما عندك اختيارات زي ما انت عايز. احطه مثلا انا عايز احطه في الفولدر اللي اسمه 11، طيب يبقى كمبيوتر سي، انا عارف انا احط ال 11 ده فين جوه الفولدر بتاعي، ادي خالد مكتوب لي خالد فعلا ظهر لي ال 11، اكتب ال 11 لازم يكون مكتوب لي في الادرس بار اخر حاجه خالص هو ال 11 عشان ده الفولدر هتسيف جواه الفايل. بيسالني على ثلاث حاجات الاوبريتنج سيستم او الويندوز لازم يعرفها، سواء انت مليتها بنفسك او برنامج مليها بشكل او باخر، لازم يكون الداتا دي موجوده عند الاوبريتنج سيستم. ثلاث معلومات ايه هما؟ اللوكيشن والنيم والتايب. اللوكيشن هو هيسيف الفايل ده فين على الجهاز، لازم تختار له الفولدر اللي انت عايز تسيف الفايل ده هوت عليه، لازم يكون عارف المكان بتاعه هيبقى فين. اللوكيشن، النيم لازم يبقى عارف اسم الفايل ده هيبقى ايه، لازم يبقى ليه اسم، ولازم الاسم ده يكونش متكرر في نفس الفولدر بنفس النوع، يعني لازم يكون الاسم ده يونيك للفايل ده جوه الفولدر ده. والنوع اللي هو التايب، وده هنتكلم عنه بالتفصيل برضو شويه، اللي هو موضوع اللي هو الاكستنشن او الامتداد اسم الفايل، جزئيه مهمه جدا، امتداد اسم الفايل اللي هو عن طريقه الاوبريتنج سيستم بيقدر يعرف مين الابلكيشن اللي هيمانج الفايل ده او ايه البرنامج اللي هيعمل اداره للملف ده. عندي اهو الفولدر اللي اسمه 11، الفايل مثلا هسميه تيست 1، النوع دي ان جي، وده الديفولت بتاع البرنامج ده هو برنامج البنت، هسيبه زي ما هو. تقدر تغيره، تقدر تغيره طبعا لانواع معينه، بس كده هتبقى في نطاق ايه اللي هي رسومات او حاجات الخاصه بالجرافيكس. ادي الفايل، عرفت اللوكيشن، ثلاث اسئله تاني، اللوكيشن والنيم والتايب، هقول له سيف، اتغير له التايتل بار فعلا بقى اسمه تيست 1، هعمل كلوز. لو رحت نافيجيت او اعمل اكسبلورر عليه، كمبيوتر جوه اللوكال ديسك درايف بتاعي، ادي الفولدر بتاعي، انا عارف لو جوه الفولدر اللي اسمه 11 الفايل فعلا اتسيف اهو
موجود، لمجرد اني وقفت عليه في الديتيلز بان، قال لي شويه ديتيلز، قال لي اسم الفايل ده كذا، حجمه كذا، نوعه ادي البي ان جي، وادي الدايمنشن اللي هو السايز بتاع السايز كابعاد. موضوع سهل جدا، سواء نعمل كرييت لفايل او لفولدر، سلس جدا، عودوا عليكم نفسكم عليه اكتر من مره. وشوفنا ازاي بقدر اعمل سيرش للابليكيشن، ازاي اقدر يا اما افتحه بالنافيجيشن على طول او نعمل سيرش عليه، ازاي اعمل سايف للفايل من جواه. طيب تعالوا نتكلم في على طول في موضوع اداره الملفات، نخلصه كله، والفيديو الجاي هنتكلم عن موضوع السيرش والتنظيم عشان ده برضو جزء لوحده مهم. الفولدر اللي اسمه 11، لو عملت رايت كليك على الفولدر، ركزوا، عملت رايت كليك على الفولدر اقدر اعمل اوبن او اوبن نيو ويندو، افتحه يعني في ويندو جديده، يهمني بس شويه الاوبشنز اللي تحت دول، الكات والكوبي والشورت كات والديليت والرينيم والبروبرتيز. طيب الكات يبقى كده هيعمل ايه؟ هيشيل الفولدر اللي اسمه 11 ده من المكان ده يوديه لمكان تاني، اهو كات باك مثلا، هعمل له هنا بيست، رايت كليك، رايت كليك، بيست. الحاجات دي ليها شورت كات، ايوه ليها شورت كات، كنترول اكس للكات وكنترول في للبيست. ادي الفولدر اللي اسمه 11 بقى موجود فين؟ بقى موجود في اللوكال ديسك سي، ما بقاش جوه خالد، او خالد مش موجود، اتعمل له كات، اتعمل له ايه؟ قص ولزق. طب لو عايز ارجعه تاني جوه خالد، يبقى كده انا بعمل له الكات، على فكره بيسمى في الامتحان باسم الموف، رايت كليك برضو كات خالد، كنترول في بقى على طول بيست. طيب تعالوا نجرب تاني، رايت كليك. طب الكوبي، لا الكوبي هيسيبه وياخد نسخة منه في مكان تاني، كوبي باك، او ممكن تدوس زرار الباك سبيس يعمل لك في النافيجيشن هنا باك، كنترول في للبيست. ادي هنا بقى عندي 11. طب وخالد لسه جوه ال 11؟ ايوه لسه جوه ال 11 زي ما هو، باك سبيس. طيب ال 11 لو عملت رايت كليك، جربنا بقى الكوبي والكات والبيست، الشورت كات تقدر اعمل لها، اه تعالوا نجربها، بس نعمل اول ديليت وبعدين نرجع للشورت كات. ديليت بيقول لي ار يو شور يو وانت تو موف تو ريسايكل بن، اقول له يس، اهو اتشال فعلا من اللوكال ديسك دي، بس لو كده اتمسح نهائيا من على الجهاز؟ لا، لو تفتكروا الرساله كانت طالعه بتسالني اللي هو هيوديه على ريسايكل بن، قلت له يس، عشان كده فعلا في الريسايكل بن موجوده اهي، لسه ما اتمسحش. عملت دبل كليك على الريسايكل بن، ادي اهو الفولدر لسه موجود. اقدر اعمل له ايه؟ اقدر اعمل له ريستور اول ايتمز، كده هيرجع لي كل الايتمز الموجوده في الريسايكل بن، خلي بالكو. طب لو عندي حاجات كتير وعايز ارجع حاجه واحده بس، لا يبقى الاسهل رايت كليك عليها هي عشان تعمل له ريستور، تختار ايتم معين، ريستور هيرجعها لي زي ما كانت اهي، ريستور موفينج بيرجع لي الفولدر تاني. خلي بالك انا شغال على فيرتشوال ماشين، فعشان كده بتبقى بطيئه شويه. كلوز للريسايكل بين، ادي ال 11 رجع تاني. طب لو عايز امسحه، ممكن طبعا مش شرط، ممكن تدوس ديليت في الكيبورد على طول، طلع لك نفس الرساله بيسالك ريسايكل بين يس، كده وديها ريسايكل بين. طب عايز امسحه بشكل نهائي، فهفتح الريسايكل بين واقول له ايه؟ امتي ريسايكل بين، او ممكن رايت كليك على ريسايكل بين من بره على طول واقول له امتي ريسايكل بين، يعني ايه؟ فرغ سله المهملات. وعلى فكره هو كده لسه واخد مساحه من الهارد ديسك، يعني لو الفولدر دوت مثلا 5 جيجا، هو لسه في 5 جيجا محجوزين من الهارد ديسك زي ما هم، طالما هو لسه موجود في الريسايكل بين. امتي ريسايكل بين هيفضيها لك. هتقول لي ليها شورت كات، ايوه بس مش عايزكم تتعودوا على موضوع اللي انت تمسح بشكل دائم او البيرمننت ديليت من ليه، علشان على فكره لو اتعودت عليها هتبقى مشكله، لو اتعودت عليها هتبقى مشكله ومش هتعرف ترجع شغل ساعات، وبتحصل كتير الناس بتفقد الشغل تماما ما بتعرفش ترجعه. عودوا نفسكم على الديليت العاديه وبعدين يبقى فضي ريسايكل بين، عشان لو مسحت حاجه بالغلط من غير ما تقصد. طيب تعالوا نرجع نشوف، دبل كليك، نفتح الاوبن لل 11، رايت كليك. طبعا الكلام ده على فكره على الفايلات او الفولدرات واحد، تعالوا بس نجرب. طبعا الرينيم مش محتاجه، الرينيم اقدر اعمل اعاده تسميه، الفايل ده ما كنتش عايز اسميه 11 مثلا، او كنتش عايز اسميه تيست 1، كنت عايز اسميه تيست 3، بغير اسمه خليه تيست
3 rename رايت كليك. طب ايه الشورت كات دي؟ اهي كرييت شورت كات، ده بيعمل اختصار للملف ده مش الفايل نفسه. انا لو وقفت هنا اهو بيقول لي السايز بتاع الفايل ده قد ايه، لو تاخدوا بالكم 3 كيلو بايت مثلا، قال لي السايز هنا كام؟ 1 كيلو بايت، واضح ان الفرق اختلاف كبير. طبعا لو فايلات كبيره قوي هتبان اكتر. الشورت كات دي بتعمل ليه؟ بصراحه دي حاجات كتير قوي يعني، انا مش عايز اتوه الناس. طبعا من ضمنها حاجات سكيورتي، ومن ضمن حاجات ليها علاقه بالمساحه وازاي احافظ على المساحه، بعلاقه ساعات بيبقى لنا عايز اشير فايل معين مع ناس معينه بحيث ان هم كلهم يدخلوا الداتا ويفضل الفايل ده موجود في مكان تاني عشان محدش يمسحه، حاجات ليها علاقه بالسكيورتي. الشورت كات ده مش الفايل نفسه، ده مجرد يافطه بتشاور على الفايل نفسه، سواء بقى هي موجوده معاه في نفس المكان او في لوكيشن تاني مختلف خالص. زي مثلا نعمل لها رايت كليك، ممكن اقول لها طبعا سند تو وجربوها اتعودوا عليها، او اقول له ديسك توب هيبعتها لي على الديسك توب على طول. اي فعلا نجربها بس سايبها لي. طب كنت عايز اعمل لها كنترول زد اتعود عليها برضو زي ما كنا شفناها في الوورد، كنترول زد دي بتعمل اندو الفيرشوال ماشين، دي بتبقى بطيئه شويه. اقدر اعمل لها رايت كليك وكات، كنترول في للبيست. لو عملت دبل كليك على الشورت كات هيعمل ايه؟ هيفتح الفايل كأني عملت دبل كليك على الفايل نفسه بالظبط. فتح لي الويندوز فوتو فيور. ليه؟ عشان الاكستنشن بتاع الفايل، لو تفتكروا امتداد الفايل اللي هو البي ان جي، ده الفايل اللي مسؤول عن اللي هو يستعرضه على برنامج الويندوز لغايه دلوقتي هو الويندوز فوتو فيور مش برنامج البنت. ده ملخص بسيط جدا عن موضوع ازاي نبتدي نعمل الاداره للملفات. المره الجايه هنبتدي نتكلم برضو ازاي نعمل بقى شويه ازاي نعمل مانج للكيبورد، ازاي نكتب ملفات معينه زي برنامج الوورد باد، وهنجرب كمان ازاي نبتدي نعمل سيرش للملفات، الحاجات اللي ضايعه مننا، الحاجات اللي بقى لنا سنتين ثلاثه ونسينا كنا حاطينها فين، ازاي نلاقيها. بالتوفيق واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.